نور، انت منيحه؟ شكلك تعبانه. للاسف حلقي بوجعني كثير، وامبارح كانت حرارتي مرتفعه، لازمني اروح على الدكتور. فكك من الدكتور، امسكي هذا الدواء مشي عليه، جارنا صار حصان ثاني يوم. ما بتخسري اشي، خدي وبالمره تعي نشوف جوجل شو ممكن تاخدي كوكتيل ادويه بتتحسني فورا. للاسف عدد كبير من الاشخاص بيقوموا يوميا بنفس التصرف اتجاه مرضهم، وهذا ما يفسر الزيادة بنسبة 60% في مقاومة الأدوية في بعض سلالات البكتيريا. حبة المضاد الحيوي هي ليست الحبة الذهبية لجميع الأمراض. سوء التشخيص قد يؤدي إلى مضاعفات المرض وتفاقم المشكلة، أو يعطيها حجم أكبر مما هي عليه أساسا. خلي جوجل لتساؤلات حياتك، وخلي طبيبك لأوجاعك.